حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عمرو بن عثمان حدثني موسى بن طلحة أن عثمان بن أبي العاص حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يؤم قومه قال ثم قال من أم قوما فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي نضرة قال أتينا عثمان بن أبي العاص في يوم جمعة لنعرض عليه مصحفا لنا على مصحفه فلما حضرت الجمعة أمرنا فاغتسلنا ثم أوتينا بطيب فتطيبنا ثم جئنا المسجد فجلسنا إلى رجل فحدثنا عن الدجال ثم جاء عثمان بن أبي العاص فقمنا إليه فجلسنا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون للمسلمين ثلاثة أمصار مصر بملتقى البحرين ومصر بالحيرة ومصر بالشام فيفزع الناس ثلاث فزعات فيخرج الدجال في أعراض الناس فيهزم من قبل المشرق فأول مصر يرده المصر الذي بملتقى البحرين فيصير أهله ثلاث فرق فرقة تقول نشامه ننظر ما هو وفرقة تلحق بالأعراب وفرقة تلحق بالمصر الذي يليهم ومع الدجال 70,000 عليهم السيجان وأكثر تبعه اليهود والنساء ثم يأتي المصر الذي يليه فيصير أهله ثلاث فرق فرقة تقول نشامه وننظر ما هو وفرقة تلحق بالأعراب وفرقة تلحق بالمصر الذي يليهم بغربي الشام وينحاز المسلمون إلى عقبة أفيق فيبعثون سرحا لهم فيصاب سرحهم فيشتد ذلك عليهم وتصيبهم مجاعة شديدة وجهد شديد حتى إن أحدهم لا يحرق وترى قوسه فيأكله فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من السحر يا أيها الناس أتاكم الغوث ثلاثا فيقول بعضهم لبعض إن هذا لا صوت رجل شبعان وينزل عيسى ابن مريم عليه السلام عند صلاة الفجر فيقول له أميرهم روح الله تقدم صل فيقول هذه الأمة أمراء بعضهم على بعض فيتقدم أميرهم فيصلي فإذا قضى صلاته أخذ عيسى حربته فيذهب نحو الدجال فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الرصاص فيضع حربته بين ثندوته فيقتله وينهزم أصحابه فليس يومئذ شيء يواري منهم أحدا حتى إن الشجرة لتقول يا مؤمن هذا كافر ويقول الحجر يا مؤمن هذا كافر حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا علي بن زيد عن أبي نضرة قال أتينا عثمان بن أبي العاص لنعرض عليه مصحفا لنا على مصحفه فذكر معناه إلا أنه قال فليس شيء يومئذ يجن منهم أحدا وقال ذب كما يذوب الرصاص حدثنا هاشم قال حدثنا ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن مطرفا رجل من بني عامر بن صعصعة حدثه أن عثمان بن أبي العاص الثقفي دعا له بلباء ليسقيه قال مطرف إني صائم فقال عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيام حسن ثلاثة أيام من الشهر حدثنا روح بن عبادة حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا علي بن زيد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي كل ليلة ساعة فيها مناد هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له
حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي العلاء عن عثمان بن أبي العاص وامرأة من قيس أنهما سمعا النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهما سمعته يقول اللهم أغفر لذنبي خطائي وعمدي اللهم إني أستهديك لأرشد أمري وأعوذ بك من شر نفسي. حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف بن عبد الله أن عثمان بن أبي العاص قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال اقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. حدثنا سليمان الهاشمي حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر المديني أخبرني يزيد يعني ابن خصيفة عن عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي أن نافع بن جبير أخبره أن عثمان بن أبي العاص قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذه وجع قد كاد يبطله فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ضع يمينك على مكانك الذي تشتكي فامسح بها 7 مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد في كل مسحة. حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن ابن إسحاق يعني محمدا عن عبيد الله أو عبيد الله بن طلحة بن كريز عن الحسن قال دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختاء فأبى أن يجيب فقيل له فقال إن كنا لنأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولندعى له. حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف قال دخلت على عثمان بن أبي العاص فأمر لي بلبان لقحة فقلت إني صائم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصوم جنة من عذاب الله كجنة أحدكم من القتال وصيام حسن 3 أيام من كل شهر. قال وكان آخر شيء عهده النبي صلى الله عليه وسلم إلي إن قال جوز في صلاتك واقدر الناس بأضعفهم فإن منهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة. حدثنا يونس حدثنا حماد عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف قال دخلت على عثمان بن أبي العاص فذكر معناه. حدثنا عبد الصمد وعفان المعنى قال حدثنا حماد بن سلمة حدثنا علي بن زيد عن الحسن أن ابن عامر استعمل كلاب ابن أمية على الأيلة وعثمان بن أبي العاص في أرضه فأتاه عثمان فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الصمد في حديثه يقول إن في الليل ساعة تفتح فيها أبواب السماء ينادي مناد هل من سائل فأعطيه هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له. قال جميعا وإن داود خرج ذات ليلة فقال لا يسأل لها عز وجل أحد شيئا إلا أعطاه إلا أن يكون ساحرا أو عشارا فدعا كلاب بقرقور فركب فيه وانحدر إلى ابن عامر فقال دونك عملك؟ قال لما؟ قال حدثنا عثمان بكذا وكذا. حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص أن وفد ثقيف قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلهم المسجد ليكون أرق قلوبهم فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا ولا يستعمل عليهم غيرهم. قال فقال
إن لكم أن لا تحشروا ولا تعشروا ولا يستعمل عليكم غيركم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير في دين إن لا ركوع فيه. قال: وقال عثمان بن أبي العاص: يا رسول الله، علمني القرآن واجعلني إمام قومي. حدثنا عفان قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا عبد الله بن عثمان عن داود بن أبي عاصم عن عثمان بن أبي العاص أن آخر ما فارقه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليت بقوم فخفف بهم حتى وقت لي، اقرأ باسم ربك الذي خلق. حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة حدثنا علي بن زيد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينادي كل ليلة مناد: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ حدثنا معاوية بن عمرو عن زائدة عن عبد الله بن خثيمين قال: حدثني داود بن أبي عاصم الثقفي عن عثمان بن أبي العاص أن آخر كلام كلمني به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ استعملني على الطائف فقال: خفف الصلاة على الناس حتى وقت لي، اقرأ باسم ربك الذي خلق وأشباهها من القرآن. حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا عبد الله يعني ابن عبد الرحمن بن يعلى الطائفية عن عبد الله بن الحكم أنه سمع عثمان بن أبي العاص يقول: استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف، وكان آخر ما عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خفف على الناس الصلاة. حدثنا أسود بن عامر حدثنا هريم عن ليث عن شهر بن حوشب عن عثمان بن أبي العاص قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا إذ شخص ببصره ثم صوبه حتى كاد أن يلزقه بالأرض. قال: ثم شخص ببصره فقال: أتاني جبريل عليه السلام فأمراني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من هذه السورة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.